السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم تيك فورم دي ال. اليوم لدينا شرح عن موقع او منصة الاستثمار جيت اي او. طبعا قبل بداية الشرح لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على زر اللايك لنستمر ان شاء الله. كما ترون هذه واجهة المنصة، ستجدون رابط التسجيل اسفل الفيديو. طبعا تقوم بالتسجيل بالطريقة العادية، طبعا بعد التسجيل تأكد من تفعيل الهوية الخاصة بك كي تتمكن من السحب والإرسال، يعني استقبال وإرسال بدون مشاكل. أيضا تقوم بإضافة التو فاكتور وإلى غير ذلك، رقم الهاتف إلى غير ذلك. طبعا كما ترون معي هذه واجهة الموقع. هنا ستجد الستارت أب في البداية، هنا ستجد الإيردروبات الجديدة كما ترون معي أو العملات الجديدة. هنا في الماركت ستجد هنا العملات والبرايس فوليم إلى غير ذلك. ستجد هنا بعض المعلومات عن الموقع، يمكنك استخدام تطبيقهم على الأندرويد والآيفون. هنا يمكنك متابعتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تيليجرام، تويتر، فيسبوك، يوتيوب إلى غير ذلك. هنا الإيميل إذا كنت تريد التواصل معهم. طبعا طريقة الإيداع أو استقبال الأموال في الموقع تأتي من هنا، تختار مثلا هنا الـ USDT كما ترون معي. هنا سيعطيك الأدرس الخاصة بك، أو مثلا هنا الـ TRX، هنا يعطيك الأدرس الخاصة بك كما ترون معي. هنا الـ China، هنا سجد المينيموم لإرسال إلى غير ذلك. هنا التعاملات أو ترانزاكشن الخاصة بك لاستقبال وإرسال إلى غير ذلك. هنا السحب كما ترون معي. هنا سجد تختار مثلا الـ USDT كما ترون معي. هنا تقوم بإدخال مثلا تختار من هنا التشاين إذا كنت تريد إرسال تو أدريس أو تو جيت كود أو بوش ترانزاكشن. تقوم بإدخال هنا الـ USDT أدريس، وتقوم هنا إذا كنت تريد إرسال رسالة مع الدفعة. وهنا الأماونت كما ترون معي، هنا المينيموم 50 USDT كما ترون معي، وهنا الماكسيموم، هنا الفي كما ترون معي، الاقتطاعات. هنا الفاوند باسورد، تقوم بإدخال فاوند باسورد. هنا الكودات الخاصة بك إذا كنت بالـ SMS كود أو الإيميل أو تو فاكتور إلى غير ذلك، وتقوم بالضغط على سبميت ريكويست. طبعا هنا ستجد الريفيرالز الخاصة بك كما ترون معي. أيضا ستجد هنا عفوا من هنا ستجد البوينتس الخاصة بك كما ترون معي. طبعا أيضا ستجد هنا السبوت تريدينج، يمكنك من هنا بيع وشراء العملات كما ترون معي. هنا تختار العملات، من هنا أسعار يمكنك التداول وبيع وشراء العملات مثل الإثيريوم إلى غير ذلك من العملات. أو يمكنك الدخول من هنا إلى البروفيشنال من هنا يمكنك بيع وشراء العملات كما ترون معي. هنا الأسعار يمكنك من هنا باي أند سيل، تقوم بإدخال هنا البرايس إلى غير ذلك، الفوليم إلى غير ذلك، يمكنك البيع والشراء. طبعا أيضا يوجد هنا المارجن تريدينج، أيضا يمكنك اختيار إما بروفيشنال أو ستاندرد. أيضا هنا يمكنك بيع وشراء إلى غير ذلك. أيضا ستجد هنا الفلاش سويب كما ترون معي. هنا يمكنك تغيير عملة بعملة، مثلا تقوم ب مثلا شراء بيتكوين بال USDT كما ترون معي إلى غير ذلك. طبعا أيضا ستجد هنا الكلاود مايننج، يمكنك من هنا التعدين عبر الكلاود مايننج. ستجد كثير من الخطط كما ترون معي. هنا مثلا هنا هذه الخطة هنا بأربعين دولار، طبعا 264 يوم ستحصل في الأخير على 178%. هنا الهاش ريت ستحصل على 1 تيرا أش كما ترون معي. هنا ماي كلاود مايننج، وأخيرا هنا ستجد الكوبي تريدينج، يمكنك عمل كوبي تريدينج. مثلا هنا الريت اوف ريتيرن مثلا هنا 177.94%، هنا الوين ريت 50%، هنا الريتيرن اماونت USDT
كما ترون معي هنا. يمكنك عمل كوبي هنا، تقوم بإدخال استراتيجي نيم التوتال انفستمنت، ويمكنك عمل كرييت، أي يمكنك من هنا إنشاء نيو استراتيجي. طبعا إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح هذه المنصات. أتمنى أن يعجبكم الشرح، ستجدون رابط أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.